الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. لا زال البحث في اللطيفة الأولى من لطائف هذه الآية، وذكرنا أن هناك انشغال لأهل الجنة في النشاءات الأربعة بجملة من الأمور تصرفهم عن أهوال الحساب ومشاكل الدنيا ومخاوف القبر. ذكرنا في بحث أمس ما يشغلهم في الدنيا وما يشغلهم في البرزخ وما يشغلهم في الرجع. بقي الكلام فيما يشغلهم في الآخرة، في جنة الآخرة. المستفاد من النصوص الشريفة أن أهل الجنة ينشغلون بجملة أمور، نذكر البعض منها وهي ثلاثة. الأول المشاغلة بمجالسة ومفاكهة الأزواج، والثاني في سماع الأصوات والألحان الطيبة، والثالث في التزاور ولقاء الأحبة. أقرأ لكم بعض ما ورد في الروايات في هذا الشأن. بعض هذه الكلمات لولا أن ترد عن المعصومين عليهم السلام ما ذكرناها، ولكن لأنها عن المعصوم وارد نذكرها. الأمر الأول الذي يشغل أهل الجنة في الروايات افتضاب العذارة أو العذارة، أي الزوجات من البنات الخيرات وهن أبكارا كواعب أترابا وأبكار. ومن خصوصياتهن أن البكارة إذا زالت عادت من جديد، لأن الجنة لا زوال فيها، لا انقضاء فيها، كل شيء يبقى ويدوم. فيفاكهوهن ويلاعبوهن ويتبادلون معهن الفاكهة في شغل فاكهون. في بعض الأخبار وصفت عيونهن بأوصاف عجيبة، هذا لتشويق المؤمنين خصوصا الشباب منهم، نذكرها. في بعض الأخبار وصفت عيون هذه النساء اللي هن زوجات أهل الجنة بأن حواجبهن كالأهلة عليكم السلام، وأشفار أعينهن كقوادم النسور. الحواجب كالأهلة، الأهلة جمع هلال عليكم السلام والرحمة. يشبه به حاجب المرأة نساء الجنة لشدة لطفه وجماله وبروزه، أنه يبرز في الوجه بشكل دقيق ولطيف بحيث يعطي لوجه المرأة جمالا خاصا.
ويتضمن أيضا الفرح والسرور، كما يقال تهلل وجه الرجل أي بدا عليه الفرح والسرور. إذن منه يفهم بأن نساء أهل الجنة لهن عيون خاصة، حواجب هذه العيون كالأهلة، بارزة نيرة لطيفة، وتبدي عليهن الفرح والسرور، فهن نساء لا مكدرات لا منغصات لا مقطبات. الكدر والتقطيب من الصفات السلبية في المرأة، وفي الدنيا أحد موانع الاستئناس بالمرأة الكدورة والتقطيب. ولكن المرأة في الدنيا قد تصاب بهذا بسبب الهموم أو بسبب الأحزان أو بسبب المشاكل، لكن نساء أهل الجنة فارغات من الهم، فارغات من الحزن، فارغات من الألم، فدائما في محياهن البشر والسرور، ماكو تنغيص، ماكو تقدير، ماكو تقطيب. إن شاء الله تروحون تشوفون هناك. القوادم كقوادم النسور، القوادم الريش الكبير البارز في جناح النسر، ويقال أنها عشرة في كل جناح، عشرة من هنا وعشرة من هنا. هذا التشبيه لبيان أن رموش العين للمرأة هناك بشكل طويل ولطيف، بحيث يبدو للنظر أكثر من الغير، وعشرة يعني مو مكثف في العدد. هذا أهل الاختصاص يعرفون هذا جد بي جمال. وورد أيضا في الأخبار أن الرجل يعطى طاقة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. 100 من باب بيان الكثرة، وليس لا خصوصية للعدد، لأن عندنا بعض الروايات طاقة 1000 رجل هم موجود، لأن لذات الجنة لا نهاية لها ولا شبع منها ولا ملل. فالأمر الأول الذي يشغل أهل الجنة عن أهوال يوم القيامة، الأنيس الجميل اللطيف، النساء الخيرات الطيبات اللي هن أيضا من أهل الجنة. الثاني سماع الأصوات الجميلة والألحان العذبة. ورد في أخبارنا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن بعض الأشجار تصدر نسيما لطيفا فيه أصوات الغناء والنغم العذب. بعض الروايات الواردة من غير طرقنا أن المؤمن إذا اشتهى سماع الغناء أو سماع النغم الجميل، أرسل الله تعالى إسرافيل فيقوم إلى يمينه المؤمن فيقرأ القرآن. قراءة القرآن هي تمتعه وتشنفه بصوت عذب ولحن جميل، ويقوم على جانبه الأيسر النبي داود عليه السلام
ويقرأ الزبور أيضا بصوت جميل ولحن عذب. فبسماع الألحان الطيبة والأصوات الجميلة ينشغلون عن أهوال القيامة. الأمر الثالث التزاور واللقاء مع الأحبة والمفاكهة معهم. في بعض التفاسير كما في مجمع البيان وغير مجمع البيان ورد أن المؤمن ينشغل بسبعة أمور، كل أمر منها في مقابل عضو من أعضائه، لأن هو في الدنيا عصم أعضاءه من المعصية فيعوض في مقابل هذه العصمة بتعويض في الجنة. فثواب الرجل، الرجل هاي اللي تأخذ صاحبها إلى المعاصي، بقوله عز وجل ادخلوها بسلام آمن. هاي القضية مو كلامها، سلام بسلام آمنين، هذا يعطي طمأنينة استقرار للنفس. وثواب اليد يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيه ولا تأثيم. يتنازعون بالكأس، الكأس القدح اللي فيه مشروب طيب سموه كأس، لكن هذا مشروب الجنة فيه لذة طيب ولكن لا يزيل العقل، مثل هذا المشروب اللي أهل المعاصي مخدوعين به، واحد يخرج نفسه من العقل إلى الجنون، يشرب فرد مشروب يسكره يطلع من العقلانية إلى الجنون، شو تسمي هذا؟ فإذا جن اللي يشرب في الدنيا صار يهذو ويقول بفاحش الكلام وخرج عن التوازن، وبعضهم حتى يصير تصرفاته مثل الطفل الصغير. أما مشروب أهل الجنة فيه اللذة والطعم ولا يزيل العقل، أو يخل بالسلوك، أو يجعل لسانه فحاشا سبابا مثلا، كما أنهم يتنازعون الكأس الآية تقول، ولكن هاي المنازعة مو مثل منازعة الدنيا عن حقد وحسد وأنانية، وإنما هي مفاكهة، مفاكهة في التنازع مفاكهة أكو. وعادة النزاع بين أهل الدنيا فيه تأثيم، هذا يأثم هذا وهذا يأثم هذا، كل اثنين يتنازعون، كل واحد يبر ساحته ويذب اللوم على منه على غيره، تنازع أهل الدنيا هالشكل. أما تنازع أهل الجنة على كأس يشربونها لا لغو فيه فرد كلام فاحش ولا واحد يأثم الثاني، وإنما مفاكهة ومؤانسة بينهم. وثواب الفرج حور العين، وثواب البطن كلوا واشربوا هنيئا. هاي الهنيئا يعني ماكو مرض، ماكو مخلفات وفضلات، ماكو آلام، فرد آفات أو أعراض تنتاب الإنسان من أكل الطعام ماكو، هنيئا له. وثواب اللسان وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني بالجنة تكليف صلاة وصوم ماكو، بس أكو تحميد وتسبيح وتهليل، ولهذه التسبيحات والأذكار آثار عظيمة لأهل الجنة. وثواب الأذن لا يسمعون فيها لغوا،
الكمل من الناس يصير عند الغيبة من أقبح الأشياء، يصير عند أكل المال الحرام كأنه يأكل عين النجاسة، لأن كامل. في الدنيا يمكن بعض أهل المعاصي يستلذون بالغيبة بمعاصي الأذن، ولكن أهل الآخرة لا يسمعون فيها لغوا، ما كله، بل يسمعون أصواتا مطربة. حتى صوت المؤمن هناك غير شكل، بعد مبحوح وحنجرة يابسة، واحد صوته غليظ، واحد ماكو، هي أصوات عذبة مؤنسة. وثواب العين وتلذ الأعين، هاي آية شريفة، يعني العين هم لها لذة. فاكهون فرحون والبشر ظاهر في وجوههم وجباههم. إذن هذه الأمور هي التي تشغل أهل الجنة وتصرفهم عن الأهوال في يوم القيامة. هذا كان المتبقي من اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية، الآية المباركة وصفت أهل الجنة بوصفين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. تقول هم مشغولون وهم فاكهون، هذا الإطلاق وصيغة اسم الفاعل تدل على أن حالات أهل الدنيا البدنية والنفسية في أكمل ما يكون، وهي ثلاثة، أبرزها ثلاثة، طبعا أنا ألخصها حتى لا يطول الكلام. الحالة الأولى دوام الشغل والفكاهة، هذه دائمة ما كن قطاع، لا أبدانهم تتعب فيحتاجون إلى استراحة، ولا أرواحهم تمل فينقطعون. سرور مستبر، لا أبدانهم تتعب ولا أرواحهم تمل، وهم قبل ذلك فارغون من الحساب ومن الكتاب، مأمنين، عندهم أمان، لأن أعمالهم التي قدموها في الدنيا هي التي صيرت لهم الحور والقصور. ما عملوه في الدنيا زرعوه في الآخرة. الحالة الثانية أنهم في نشاط، خمول ماكو، كسل ماكو، نعاس ينعس ويغلب عليه النعس ماكو، نشاط دائم وصحة تامة، ما كل يوم عينه توجع وباكر. ومو فقط صحة تامة، عافية كاملة، لأن أحيانا الإنسان عنده صحة بس عافية ما عنده. بين الصحة وبين العافية أكو فرق. فلا يتألمون ولا يحزنون ولا يمرضون ولا يكسلون ولا يشيبون ولا يستوحشون. شيبهم ولذا الآية قالت شغل ما قالت عمل. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، ما قالت في عمل فاكهون، لأن العمل يوحي بالجهد، يوحي بالتعب، بالضرورة، بالحاجة إليه. أما الشغل فقط انصراف، ماكو أي تعب أي كد. الحالة الثالثة طيب النفس وراحة البال، نفوسهم طيبة وبالهم مرتاح.
وهذه هي عكس ما كانت عليه حالتهم في الحياة الدنيا، لأن الدنيا مليئة بالضجيج حقيقة يعني، خصوصا بعد تطور الإنسان من الناحية الصناعية والتقنية. الدنيا تلأت ضجيج صخب من أول اليوم إلى ثاني يوم أول يوم. سابقا الناس كان عندهم بالنهار ضجيج، بالليل راح، بس النهار والليل ضجيج. سابقا كانوا الناس بالنهار يشتغلون بالليل ينامون، هسه الليل ونهار جالس. لذلك الأعمار قلت والأمراض زادت والشقاء كثر، هي لها أثار. فالدنيا مليئة بالضجيج، لا الغني فيها مرتاح ولا السلطان فيها مرتاح، ولا اللي عنده عمل مرتاح ولا اللي ما عنده عمل مرتاح، لا العالم مرتاح ولا الجاهل مرتاح. طبع الدنيا هكذا، تطيب للنفوس وراحة للبال ماكو. زين، الإنسان في الضجيج شنو يحتاج؟ أفضل نعمة في وقت الصخب والضجيج هو نعمة الراحة، الهدوء. أفضل نعمة في وقت الحرب شنو هو؟ السلام. أفضل نعمة في وقت الخوف شنو؟ الأمن. إذن الثلاثة أساس النعم، أساس النعم هن إذن الثلاثة، مو الأكل، مو الشرب، مو الجماع، مو اللباس. أساس النعم هي هذني، لأن الإنسان إذا يكون عنده أفخر الطعام وأجمل النساء وأوسع القصور وأكثر الأموال، راحة بال ما عنده هو متنعم، تنغص حياته. ولكن إذا صار عنده راحة بال وطمأنينة نفس وسكون واستقرار، حينئذ تكون باقي النعم بالنسبة إليه نعم عظيمة يتنعم بها ويتلذذ بها. لذلك هذه الثلاثة هي أساس النعم. الروايات تشير إلى هذا المعنى. أقرأ لكم روايتين. الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام: الجنة التي أعد الله تعالى للمؤمنين. هذا أمير المؤمنين يصف الجنة: الجنة التي أعد الله تعالى للمؤمنين، خطافة لأبصار الناظرين. يعني نورها وبريقها في الشكل يخطف الأبصار. فيها درجات متفاضلات ومنازل متعاليات، لأن أهل الجنة هم منازل ومراتب، مو كلهم على مرتبة واحدة. لا يبيد نعيمها، ما ينتهي نعيمها، لا يبيد، ولا يضمحل حبورها. الحبور يعني سعة العيش. ولا ينقطع سرورها، ولا يضعن مقيمها. اللي يدخل بالجنة بعد ما يطلع خلاص، لا هو يطلع ولا يطلعوا، لا بدفع ولا بغير دفع، ما حد يطلع. ولا يهرم خالدها. إنسان من يدخل في الجنة بعد هرم ماكو، شيخوخة ماكو، كلها شباب. ساجي أقول أعمارهم همش قد. ولا ييأس ساكنها، يأس هم ماكو، من يريد شيء يتحقق.
وأمن سكانها من الموت. موت ما الموت اللي في الدنيا هادم اللذات، في الجنة ماكو موت. فلا يخافون، خوف ما عنده. صفى لهم العيش ودامت لهم النعمة في أنهار من ماء غير آسن، مي ما يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب. هاي من باب التشبيه بالاسم، لا تنسون البحث السابق. هذا الخمر لتقريب المعنى، مو معناته أن خمر مثل خمر الدنيا، لا، بس احنا شلون نفهم فرد شراب يلتذ به الناس؟ البعض ربما يتصور أن الخمر إلى هيج فائدة، وإلا ماكو وجه للقياس أصلا. ولذا بل ولذاتها لا تمل، ما حد يمل من اللذة، ومجتمعها لا يتفرق، لا التوقعات الزايدة بين الناس اللي عادة يسوي مشاكل وتفرقة، عرست ابني وما حضر العرس سبب قطيعة، اجيت من الحج ما اجى زارني سوى على قطيعة، وهكذا. شنو اللي يفرق الناس؟ هاي التوقعات الزايدة. مجتمع أهل الجنة لا يتفرق، وسكانها قد جاوروا الرحمن. هاي صفة الرحمن هم بها فرد عناية. وقام بين أيديهم الغلمان، بصحاف من الذهب، صواني من ذهب، فيها الفاكهة والريحان. لسه هذا هم للتقريب، فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية الثانية، الرواية الأولى تصف حالة أهل الجنة، هاي الرواية تصف شخصيات أهل الجنة. الشخص شلون يكون في الجنة؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم، ماكو فناء الشباب، شباب مستمر، ولا تبلى ثيابهم، حتى ثوبك ما يعتق، لا تحتاج خياط ولا وهم أبناء الثلاثين أو 33، يعني هذا هو الريحان الشباب، هذا السن أبو العشرينات بعد أوائل الشباب، مو ناضج شبابه، أبو 40 صاير تايخ شبابه بعد، بس أبو 30 هو الذروة، ذروة الشباب، ريحان الشباب بالثلاثين. فأعمارهم تبقى هاي، شبابهم ما يفنى، ثيابهم ما تبلى، دائما همج. زين، جرد، النبي يقول جرد مرد كحل، الجرد يعني ماكو شعر على أدانهم، أجرد. هسه إما ماكو شعر لأن الشعر يزول، أو لأن نورانية الأبدان، لأن أبدان أهل الجنة نور تطغى على الشعر، وربما لعدم وجود الحاجة، لأن الشعر والظفر ذن الأشياء اللي زائدة في بدن الإنسان، هو عبارة عن طعام وغذاء زائد ما يحتاج الجسم، فشنو يتبدل إلى شعر، يتبدل إلى ظفر،
هذه طبيا وعلميا هالشكل يكون. بالآخر الأبدان ماكو بيها فرد شيء زايد، شيء زايد ماكو، كله ينتفع من الجسم، فبعد ما يحتاج إلى شعر. طبعا هسه اللي يريد شعر ينطوه شعر، لأن فيها ما تشتهي الأنفس، بس هي كطبيعة لأهل الجنة شعر ماكو لا رجالها ولا نسائها. طبعا ما عدا الرأس، مو عايز يصور الرأس زين. مرد يعني شنو؟ جرد مرد، مرد يعني شعر بوجوههم ماكو. طبعا هذا إلى فرد شأن في زيادة اللذة إلى مدخلية كبيرة. الكحل يعني في أعلى جفونهم سواد كسواد الكحل من دون اكتحال، ما متكحلينهم بس هي جفونهم بيجصير. فالإنسان يكون في ريعان شبابه، جسم في ريان أجرد، وعيونهم بشكل بارز و جميل، ذول أهل الجنة حسب وصف النبي صلى الله عليه وآله. المبحث الثالث في التعاليم. التعليم الأول عطاء الله عز وجل لأهل الجنة يشمل الواجبات بالفعل ويشمل اجتناب المحرمات. إذن أكو عطاء لله تبارك وتعالى لأهل الجنة، عطاء في مقابل فعل الواجب، وعطاء في مقابل اجتناب الحرام. فعل الواجب واجتناب الحرام كلاهما طاعة، والله عز وجل يعطي لكل بحسبه. ربما يكون عطاء الله عز وجل في مقابل فعل الواجبات هو التجسم، الأعمال تتجسم، ولكن في مقابل ترك المحرمات، لأن ترك المحرمات وإن كان أمر وجودي على التحقيق على خلاف من ذهب إلى أنها أمر عدمي، لأن كف النفس هو في نفسه أمر وجودي، ولكن جزاؤه فعله ليس له تجسم في الخارج، فيكون ثوابه هو إعطاء المسانخ إليه من الأجر ومن الثواب. الشيء الذي يضر كثيرا بأهل الدنيا من المعاصي والمحرمات شنو؟ إذا أريد نستقرئ الواقع الخارجي، شنو أكثر شيء يضر بأهل الدنيا يخرب دينهم ويخرب دنياهم؟ أكو عدة أشياء، بس أنا أشير إلى ثلاثة منها لأن إلها علاقة فقط ببحثنا. الأمر الأول الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، هذا من أكثر الأشياء فتكا بمن آدم، يخرب دينهم ويخرب دنياهم. هو عمل واحد ولكن تتفرع منه معاصي كثيرة، وفعل واحد اختلاط، ولكن معاصي كثيرة تتفرع منه وتتشعب منه. الأمر الثاني استماع الغناء، هذا أيضا هو فعل واحد ولكن تتفرع منه معاصي كثيرة، وبعض المعاصي فيها ويلات، هو ينبت النفاق في القلوب ويوجب أكل الحرام. قرأنا لكم بعض الروايات في الأبحاث السابقة أن أكل الحرام اشقد به أضرار على الإنسان. والأمر الثالث مجالس اللهو واللعب. إذا أريد نسوي فرد مثلث لما يخرب دين الناس ويخرب دنياهم، وهواية أشياء طبعا، بس هذه الثلاثة من العمدة.
اختلاط محرم، الغناء، مجالس اللهو واللعب. إذا يريد الإنسان يسوي فرق مقارنة بين الناجحين والفاشلين في الحياة، الناس اللي إلهم فرد اعتبار وفرد وجاهة وإلهم فرد نجاح وتوفيق في حياتهم الدنيا، شوف ما عندهم هذه الأمور، ما موجودة عندهم في سلوكهم. الناجحون لا يعملون هذه الأعمال، والمجتمع الناجح في مقابل المجتمع الفاشل، تلاحظون أن المجتمع الفاشل غالبا ملتهب شنو؟ مجالس الاختلاط المحرم، مجالس اللهو واللعب، مجالس الطرب. هذا الواقع البشري، الواقع الاجتماعي للناس، استقروه شوفوا. واحدة من أفتك الأساليب اللي يستخدموها أعداء المسلمين تجاه المسلمين هي ترويج هذه الثلاثة: اختلاط محرم، في كل مكان يسوي لك اختلاط محرم، مجالس لهو ينفخون فيها ويكبروها ويسووا لك حفلات كبيرة ويصرفون عليها أموال طائلة لأجل شنو؟ مجتمع اللي يصير كل اهتمامه وكل عنايته أن يسمع إلى مغني، وفرد ليلة يقضيها مع مغني، وشوفوا أنتوا في هيك مجالس إيش قد أكو آثار وذنوب متفرعة عنه. بعد هذا مجتمع يفكر في استقلال بلده، يفكر شلون يبني بلده، شلون يطوره، يفكر في جانب علمي، يفكر في جانب فكري. المجتمعات المتأخرة غالبا نشوف تروج بها هذه الأشياء، والمجتمعات المتطورة النخبة من المجتمع، ما أقول كل المجتمع، يفكرون في غير ذلك. رأيت تاريخ الحضارات وتاريخ المجتمعات، ويا مجتمع تمكن أن يصل إلى القمة ونخبه ملتهية بالفساد، ماكو. ويا مجتمع تمكن أن يكون ناجح ومجالسه ليست مجالس العلم والفكر والمناظرات العلمية، وإنما مجالس طرب له خمور وفجور. في مقابل هذه المعاصي، لذلك الباري عز وجل للمؤمنين الذين يجتنبون هذه الأمور في الجنة أكو لهم تعويض. اللي يجتنب استماع الغناء أكو إلى تعويض في الجنة، ماكو شيء يروح بلاش. اللي لا يختلط بالاختلاطات المحرمة في الدنيا يعوض بمخالطة أشرف الناس وأصفاهم ودا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من كمال سعادة المرء معاشرة الأكارم. وأيضا اللي يجتنب مجالس اللهو واللعب في الدنيا يعوض بمجالس في الجنة في أرقى الحياة، أجمل الحياة. أقرأ لكم بعض الروايات. الرواية الأولى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: في الجنة، إن في الجنة شجرا، شجر يأمر الله رياحها فتهب، فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا. الخلائق ها مو بس الإنسان، أعذب الطيور الغناء منه هي هم ما سامعة مثل هذا الصوت. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: هذا الصوت عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله. تعويض. هذول اللي
يصبرون على طاعة الله وما يسمعون الغناء وما يسمعون الموسيقى من مخافة الله. هذا التعويض. في عدة الداعي عنهم عليهم السلام، هاي الرواية لطيفة حقيقة، كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، يعني الإنسان من يسمع عادة في الدنيا من نسمع الأشياء نسمعها مهولة، بس من نشوفها نشوف لا هذا اللي سمعناه مو مثل هذا اللي شفناه. كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، يعني شيء اللي نشوفه، وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه. فعلا احنا هسه لو نحكي للصبح في أوصاف حياة الجنة، الشيء اللي نشوفه نشوف وين هذا وين ذا، قياس ماكو. وفي الوحي القديم، الإمام الصادق صلوات الله عليه، يعني على أحد الأنبياء، وفي الوحي القديم عن لسان الباري عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. حتى التفكير الإنسان ما فكر، خيال هذا ما صاير عنده، فوق كل هذين الاعتبارات. في حديث آخر، حقيقة هذا الحديث يبهر العقول مع أنه كلماته قليلة، ولكنه يبهر العقول هذا الحديث، عن أمير المؤمنين عليه السلام: لقد سبق إلى جنات عدن. سبق يعني أسرع الناس راحوا إلى جنات عدن. منهم أقوام كانوا ما كانوا أكثر الناس لا صوما ولا صلاة ولا حجا ولا اعتمارا، يعني مو كثرة صلاة وكثرة صوم وكثرة حج وعمرة، مع أنه ذني مطلوبات وفيها أجر عظيم، بس أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس لا صوما ولا صلاة ولا حجا ولا اعتمارا. بعد منو هذول؟ شنو كانوا؟ ولكن عقلوا عن الله مواعظه. يا أديب يقدر يحكي هذا الحكي، يا عالم يقدر يضمن هذا المضمون، يعني كانوا يعبدون الله يفكرون بعقولهم ويتعظون، يجتنب المحرم حذرا من آثاره، ويفعل الطاعة طمعا في آثارها. الطاعة مو مختصة فقط بالصلاة والصوم والحج، بر الوالدين طاعة، الإحسان إلى الناس طاعة، مساعدة الفقير والمحتاج طاعة، وكذلك اجتناب الحرام. فإذا من هذا التعليم نستفيد بأن الإنسان ما يضحي به في الدنيا ويترك ما يتصوره أنه لذة وأنه متعة وأنه شيء يؤنسه في الدنيا من المحرمات، لا يتصور إذا اجتنبها راحت عليه. لا، اجتناب الحرام فيه تعويض بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. أكو في الآية بعد تعاليم أخرى، بس
رح نضطر ننهي الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة المنعمين فيها المخلدين إن شاء الله ببركة ولاية مولانا أمير المؤمنين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.